بتبهر الاسلاميين المصريين، كانت بتبهر العلمانيين المصريين، الليبراليين المصريين، يعني الاحزاب الليبراليه المصريه بعد 2011 هي اللي كانت بتطلب تيجي تركيا عشان تشوف. طبعا ما كانوش بيجاوبوهم قوي، بالذات اللي عندهم مثلا دور في جبهه الانقاذ مثلا يعني. ولكن ده كان فعلا شعور كتير من المصريين. على العكس الاخوان المسلمين كانوا بيعتقدوا ان تركيا ليست هي النموذج لهم، ان هم اللي هيكونوا النموذج لتركيا. وانا شارح في الكتاب ليه وما الى ذلك. فانا بس بحاول استبق الملاحظه اللي كتير اثروها. واحب اقول ان في ملحوظات كتيره جات لي من زملاء سابقين وزملاء ومن جهات اخرى غير الخارجيه عن بعض الملامح اللي شاهدتها وما حطيتهاش. وانا بطمع ان الكتاب ان شاء الله يكون له طبعه ثانيه، فنقدر نعمل ان شاء الله نقدر نضيف فيها الاضافات اللي زملائي دول فكروني بيها. لكن انا عندي امل فوتو، انا دي عندي امل الحقيقه ان هذا الكتاب لاني كنت مستهدف بيه شباب الدبلوماسيين وشبابنا احنا طبيعي، عشان كده لجأت للاسلوب السرد، الروايه الدراميه، حتى بعمل فلاش باك ببتدي من الاخر ما الى ذلك.